ورحمة الله وبركاته، معكم تميم في قناة تميم تميم. اليوم عندنا فيديو جديد، واللي هو الحين قاعد ألعب لعبة اللي هي القطارات، يعني هذا اللي موجود هنا هو اللي راح يعني نلعب فيه، وفي شرطة تلاحقنا، إذا إحنا يعني طقينا بأي شيء خسرنا. بسم الله راح نبدأ. بسم الله راح تفهمون اللعبة من ال راح تفهمون اللعبة من اللعب الحين. طبعا هذا تدريب، أول ما عملتها جي يعني صبرت لكم. وإن شاء الله بحاول أحط لكم رابط اللعبة في الوصف. حرف البي. طبعا انا احاول انزل لكم في ايام الاجازة طبعا، عشان زي ما تعرفوا مدارس، واليوم كان يوم الخميس وهو اخر يوم، اتوقع اخر يوم يوم وطني. وإن شاء الله يعني عجبكم اليوم الوطني، يعني سويتوا أشياء حلوة إن شاء الله. وبعد هذا بعد اللعبة شو اسمه مرة حلوة، وأنا أطول فيها، بس مشكلتها البسيطة ان شو اسمه تجميع النقود، حاطين نقود شوية، يدوب بكل مكان نقود كان حلو يعني. بدأ شفت ذاك الممر اللي كنت امشي فيه، كانوا حطوا بداله فلوس عشان اقدر اخذ. طبعا تشوفون اني ماهر لاني قد لعبتها، يعني اذا تشوفون اني ماهر يا جماعة. أخذ دوار، هذا الدوار يعني إني كنت بموت يا جماعة. أخذت هدية، طبعا أنا بلعب يا جماعة خلف الكواليس إن شاء الله، بس لأني توي محملها ما اقدر العب خلف الكواليس. مفتاح، هذا المفتاح اذا خسرت اقدر استخدمه. بسم الله. هذا 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 بيخليني اجمع فلوس، اللي هو بيطيرني. ما جمعت كثير، بس انا عندي خمس الحين. لا مت. هنشوف الهدية. هذا اعرفه، بس هدية ثانية بعد. كم ما أدري، بس كم جمعنا؟ 570، 507 أتوقع. طيب الحين راح نعيد إن شاء الله هالمرة نجمع كثير. هذا ما عليكم منه، بس ما يطلع لي تزلج، ما يطلع لي ثلاجة. انا مدخل اسمي الغلط، قصدي عمري الغلط، طلبني عمري، ك
كتبت له عمري، العمر الأكبر موجود، عشان أبغى يخليه سريع، لأني أنا أحب السرعة. بس إذا كان الأيباد حساس، يعني يعرف إني أنا كبير ولا هذا، راحت علينا. الحمد لله لحقت. هذا اللي خليك تبدأ بدري، هذاك الثاني خليك تبدأ متأخر. أيوة، خذ ما أدري وش اسمه، بس هو اللي طيرنا. ما أدري وش أخذت، بسرعة جاء. أيوة، زي ما قلت لكم، بحاول احط لكم رابط اللعبة، بس اذا ما قدرت اعذروني، بس عشان يعني اقول لكم، عشان دايما اكتب اسم الفيديو اكتب اعتذاري، يعني ما احب كذا، بس ما عندي حل ثاني، انا ما اقدر يعني أكمل، ما أقدر يعني أجيب أسجل مرة ثانية. طبعا هذه الحين راح نلعب، هذه المرة راح نعيدها مرة، يعني راح ما أدري وش بقول، بس يعني راح نعيد مرة ثانية ثم نقفل، عشان يعني ما نقدر نطول هذا الفيديو، عشان بعدين ما يقبله. بس 300 مساكت عشان اقدر العب. دقيقة، شوفوا يا جماعة اللي دقيقة، هذا هو النقود، عشان بس أعلمكم هو قاعد يزيد.
الحين راح نلعب آخر مرة. ما إن شاء الله مرة نجيب نقود كثيرة هي فلوس كونز. إذا ما نطيت بذي الحافة اللي تجي في محطة الباص، إذا ما نطيت بها خلاص يعني أموت، لازم أنط وأكمل. شوف أقدر أنط هذي. إذا كان معي فلوس النطاط غيره ما أقدر نط عادية، بغيت أموت. الحمد لله ربي ستر. ترى أول كنت أجيب كثير 1000 كذا. أحاول أسوي اللي أقدر عليه عشان أفوز. هي ما فيها فوز، لما تخسر خلاص خسرت. ناخذ نفس. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. بحاول أحط لكم رابط اللعبة في الوصف.